والقراءة بشكل أوسع حول أهم ما جاء من قرارات لمحكمة العدل الدولية. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، يعني في البداية، كيف قرأت قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكيف يمكن تطبيق هذه القرارات على إسرائيل؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للساده المشاهدين. نحن نتحدث اليوم عن انصاف حقيقي للقضيه الفلسطينيه وعداله القضيه، خاصه ان في الحقيقه محكمه العدل الدوليه نظرت نظره يعني بها الكثير من الايجابيه تجاه الاوضاع في قطاع غزه، واعتقد ان هذه القرارات التي تم اصدارها اليوم، خاصه فيما يتعلق طبعا برفض طلب اسرائيل يعني رفض هذه القضيه، ايضا هذا امر مهم للغايه، وايضا الزام اسرائيل بتقديم تقرير خلال هذا او خلال شهر يعني الوقائع والامور التي حدثت خلال الفتره الماضيه، ايضا الزام قضائي مهم للغايه. ولكن هنا ايضا مع هذه الالتزامات القضائيه التي تقرها الان محكمه العدل الدوليه، ايضا هناك من المتوقع ان يكون هناك تعنت اسرائيلي، خاصه ان الجانب الاسرائيلي يرى نفسه فوق المنظومه الامميه بشكل عام، وبالتالي هناك صدام حقيقي ما بين اسرائيل وبين المنظومه الامميه، وبالتالي الاستجابه هنا ايضا من الجانب الاسرائيلي ربما سوف تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول انخراط اسرائيل داخل المنظومه الامميه وفعالياتها داخل هذه المنظومه، خاصه انها لا تستجيب سواء لقرارات الجمعيه العامه للامم المتحده او لقرارات مجلس الامن، او الان نتحدث ايضا عن قرار محكمه العدل الدوليه. وبشكل عام نحن نتحدث عن قرار ايجابي للغايه، بيؤكد ان هناك مسار الان قضائي يعني جيد للغايه، يجب علينا استغلاله والمضي في استكماله حتى نستطيع الحصول على المزيد من المكتسبات لصالح عداله القضيه الفلسطينيه. طب استاذ جمال، يعني قرار محكمه العدل الدوليه باتخاذ اسرائيل وقف للاباده الجمعيه، هل هو ادانه لاسرائيل وقاده اسرائيل؟ وكيف يمكن تطبيق هذا القرار؟ من المسؤول عن تطبيق هذا القرار على الجانب الاسرائيلي؟ الحقيقه ان هذا القرار كان متوقعا، ومن الجيد جدا ان نراه الان على ارض الواقع، خاصه ان محكمه العدل الدوليه في اجراءاتها الاولى تستمع للاطراف، ثم تاخذ بعض الوقت، ثم تصدر اذا ارتأى لها ان هذه القضيه محل تحقيق او محل قبول من اعضاء المحكمه، تقوم بالمرحله الثانيه. نحن الان بصدد المرحله الثانيه من اجراءات المحاكمه، وهي قبول الدعوه، وحين تقبل محكمه العدل الدوليه الدعوه تلزم الطرف المعتدي بوقف اطلاق النار ووقف الاباده الجماعيه، وحينما تتحدث محكمه العدل الدوليه على هذا الامر فهذا بالتاكيد يدين الجانب الاسرائيلي، ويضع على الجانب الاسرائيلي محل اهتمام، محل اتهام حقيقي. تمام. وبالتالي نحن الان امام متهم امام صحيح. محكمه العدل الدوليه. عذرا للمقاطعه استاذ جمال، الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، اشكرك جزيلا، شكرا.